السلام عليكم. الخضر جواد من دوار غزيلة التوارس، مشيخة ولاد سلامة، مركز المكانسة، الدائرة القرية با محمد، عمالة تاونات. حنا كنطلبوا من هاد الطريق، عندنا واحد 4 كيلومتر ضايعين فيها، غير ما كاين في الوقت ديال الشتاء ما كدوزناش، عايشين في العذاب محنين حنا وولادنا، وعندنا المدرسة ما عندناش كاع، مدرسة ما كايناش، محرومين من الأطفال ديالنا، يعني ما كاين لا قرايه ولا هذه ولا هذيك. احنا واحد الناس يعني دراوش، ما عارفين فين نمشيو، ما عارفين من نقولوا، ما عارفين مع من نشكيو. السلام عليكم. رقعي مصطفى، كانت شكاو من هاد الطريق بزاف بزاف، ماشي شوي. ولادنا محرومين، كيهودوا في وقت الشتاء وفي وقت البرد، كيهودوا 4 كيلومتر 5 كيلومتر ويهودوا هرجل ويطلعوا هرجل. احنا محرومين من النقل المدرسي، ما يلحقش عندنا الدوار. محرومين من المدرسة التحضيرية، الولاد صعب التحضير، ما كاين حتى مدرسة هنا باش غيقراو، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. كيقراو في عمارات، كيضربوا 4 كيلومتر رجل ويطلعوا رجل، صباح وعشية، الشتا وبرد. هذا هو اللي كاين. حنا كذا كانت شي مرة حاملة خاصها لقطة الكبطير ولا التراكتور اللي خرجها من هنايا. أما طوموبيل ما دخلناش، شي حاجة ما دخلناش. الا لا كاين شي، قلت لك تراكتور وصافي، ما كان تراكتور راه خاصها تخرج على البهيمة حاشاك. حنا كنطلبوا الله وسيدنا هو يفكر فينا، وما مديها فينا حتى واحد. هادشي اللي غنقول لك انا، هادي راه 86 عام هما كيشوفوا فينا، محنين حنا ولادنا وعيالاتنا وبناتنا وكلشي محنين. رحنا ضايعين حنا والوليدات ديالنا، ورحنا في هالجزيره مقطوعين، كاع المواطنين مستافدين، وحنا جينا في هالجزيره في هالحفره محرومين. نعم سيدي، وعندنا الطريق خاصنا 3 كيلومتر ولا 4 محرومين بها حنا والوليدات ديالنا. محرومين دابا ملي خلقيت انا في الحياه ديالي، وحنا محرومين دابا. عندي العمر ديالي شي 61 عام، وحنا ملي كانوا جدودو ديالنا ووالدينا باقي في الحاله محرومين. وعندنا واحد القنطره صابوا لنا المحسنين، كتخرج تربط ما بين حنا والغرب غزيله الصحيره، حتى هي تهرست ترابت. ودابا عندنا مقطوعين في الجزيره، لا طريق من اليمن لا طريق على الشمال. دابا الله يرحم الوالدين، حنا كنطلبوا حقنا، والمسؤولين يشوفوا فينا. وعاش الملك، عاش الملك.